يعني كله مثل بنتي، اتنيناتهم تاجر بشرفه واتنيناتهم تحت اسم الحب. والله ما بيفرقوا عن بعض بشي، لا والله ما بيفرقوا. ايه شو الشرف يعني بس عند البنات؟ لكن يا عمي العزة الرز والرقط شنق حالهم. والله كانه اختك غزيل العين حولها وحواليها عم تشتغل منيح، مرزوقه البنت. ليك شريت له سياره ولسه ما له بشغل شيء. ها لسه يا دوب لسه بكره البيت والفيلا وغيره وغيراته. سيدي الله يسر على عباده. الله لا يستر عليه ولا عليها. شبهن أهل الحارة؟ ليش هيك كانوا عم يطلعوا فيي؟ ليش سلامهم ناشف معي؟ ليكون مشان حسنة؟ إيه والله أكيد مشان حسنة. أحلى يكونوا مفكرين السيارة من وراء العمى. شلون يعني؟ ما بعرف، حسيت في شي بنظراته ما حبيته. يعني انت مفكر مشان اختك؟ ايه. طيب شو بدنا نعمل؟ ما بعرف، عم فكر رجع له السيارة الأستاذ نادر. نفس الشيء. لا امي بلاها، على القليلة منسكت لسانات العالم شوي. لا امي ما بظن. يعني هلا اذا الأستاذ نادر رفع لك راتبك بتقول له لا؟ اكيد لا. هي الراتب مثل السيارة. هيك رأيك؟ أنا لهلأ ما عندي حل تاني. يسلم شكراً. مشي حالك؟ إيه والله تدبرت البعثة على أوكرانيا بدل مصر. إيه ممتاز، شو بدك أحسن من هيك؟ الله يبارك فيك، موفقين يا شباب. يلا شرف، شرفي دورك. على عيني. تكو. باي باي. مرحبا. اهلا وسهلا. بسيم يا بسيم، لك بسيم روح جيب لي كاسه مي او اي شيء ليش طقطق حلقي. اوكي تفضل. ايه بسيم. اهلين استاذ اكرم. هات الحلوان. طمني شو؟ تم تنفيذ المهمة على أكمل وجه. والله عم تحكي عن جد؟ عن جد وجد الجد كمان. بس شوف يا ابني، أنا ما حدا بيعمل علي راس، والله لمسح مزابل البلد فيها. لك روح يسلم لي هالإيدين والله هيك يا ربي يقدرني على مكافاتك. شوفك بعدين، باي. لح أترككم لحالكم أم حسام. ليش؟ خير أمي؟ شبكي؟ أمتى جيتي؟ أختك حسنة. أنا مالي أخت. موقوفة بالأمن الجنائي ورح يحولوها على السجن. يا ريتني متت قبل ما أشوفها اليوم. ريتني متت. بعيد الشر عن قلبك أمي، بعيد الشر. مسحي دموعك، مسحي دموعك وفرحي لها. فرح لها؟ ايه فرحي لها.
أنا أم حسام. فشلت تكون بنتك، ومو بس هيك، أنا اليوم رح حيد معك، رح أخذ إجازة وأطلع ندور أنا وياكي كل الدنيا أمي. قومي البسي. لا لا أم بلا لا، أنا لازم أطلب نقلي من السجن، لازم، وإذا ما رضوا بقدم استقالتي. إيه بقدم استقالتي. لا بالعكس، أنت بدك تضلي بشغلك، ومو بس هيك، بدك تحطيها بأوسخ قاوش وتسلطي عليها ألأم شرطي وتمسحي كل وسخ السجن فيها لحتى تعرف كيف وسخت سمعتنا أمي. ما بيطلع بإيدي، ما بيطلع بإيدي. لا بيطلع بإيدك أمي، مو بس هيك، لأنك أم، بيطلع بإيدك وأكتر. الله بعتلنا ياها مش هترجعي تربيها من أول وجديد أمي. بعد شو؟ بعد شو؟ على القليلة أمي خليها تعرف الحليب اللي رضعته من صدر مين. أنا اليوم عندي عيد أمي، عندي عيد. قومي البسي، والله للف فيكي كل الدنيا يا أمي. قومي البسي، الله يوفقك، قومي البسي. ما بقدر أمي، قضيتي عمرك بالشقة والتعب، ومو بس هيك، أولادك اللي بيفرحوكي مو اللي بيذبحوا لك قلبك. قومي البسي، أنا ما رح حل عنك غير لتقومي تلبسي. قومي البسي، الله يوفقك أمي. قومي البسي حبيبتي. الله يرضى عليك، الله يخلي لي. سمير، سمرة، أهلين. شو هنا شافها؟ شو بقى؟ وعم تسأل كمان لك فردوس؟ يعني ما بتعرف حالك شو عامل؟ إيه لا والله ما بعرف شو عامل. والله اللي بيطلب مصاري من أبي حق ضربة أكلها معي بخناقة، هذا ما بيكون صاحب. أيوة. واللي بيطلب كمان مصاري مشان يغير إفادته وأقواله، هذا مو خارج حط ايدي بايده. ولك انا اللي قلت لك تغير اقوالك، ولك فردوس انا تقوم تقبض عليها مصاري؟ يا بالشوم عليك. برافو، برافو عليك انك فكرت ترجعي له البيت. يعني انت برايك هيك منيح؟ منيح كثير، لانه يا حبيبتي محتاج البيت، محتاجه كثير. بس بالنسبة لك البيت هو عبارة عن طرف، مو ضروري أبدا، خاصة يعني إذا لساتك مصرة تتزوجي أبو سمير. نمشي. مرحبا. بابا هون؟ أي تفضل. عنده حدا؟ مرحبا. أهلين حبيبي. أنا آسف إذا جيت بوقت غير مناسب. عادي بابا، أهلا وسهلا، تفضل. ما في شيء، كنت جايب لك المشروع تبعي. يسلم دياتك، برافو عليك. حط لي على الطاولة بدرسه وبعدين بتناقش فيه أنا وأنت. شوفي. الاسم. تفضل. أيوة، ومنين إجتنا هي كمان؟